أنا وجهة نظري هي حل وسط بين الاثنين، إنه الفن لازم يكون رسالة بالدرجة الأولى. لما أنت بتحمل رسالة فيك ترتقي بفنك وفيك توصل رسالتك للناس، فيك تحمل هموم الناس ومشاكل الناس. الخط هو تماما كالبصمة، يعني من خلال خطك أنت تعبر عن كل ما يدور في داخلك. الخط هو بصمة الروح، يستطيع من خلال يعني أي شخص مختص يستطيع من خلال كتابتك أنه يعرف كل مكنوناتك. بدأ شغفي بالفنون منذ الصغر عندما كنت أحاول أن أرسم كل شيء حولي. أول اللوحات التي رسمتها كانت لي الطبيعة الصامتة المحيطة بالأشجار، الأواني الزجاجية في المنزل، ثم انتقلت بعد ذلك لفن الخط العربي. طبعا كانت بدايتي مع الخط العربي من خلال رؤيتي في مجال الصدفة يعني لكتاب لتعليم الخط العربي، وكان هذا الكتاب بدائي جدا، لكن عندما رأيت هذا الكتاب اكتشفت أن هنالك شيء يدعى الخط العربي لم أكن أعرف عنه أي شيء إطلاقا. هذا الكتاب كان هو بمثابة الحافز الأساسي للبحث عن هذا الفن. هي مثلا لوحة جميلة جدا، هي يا رجائي دعاء، يعني اتصال بالسماء، يعني صعود إلى اللانهاية، يعني رجاؤنا بالله ما لا حدود له. بمعنى طبعا هون في حركة جديدة، ادفع وسط الفاء مع العين، هذا طريقة الوصل، هي أول مرة تستخدم. هذا هي شهادة أسس تحقيق النص التراثي، بتعاون بين ثلاث مراكز، مركز مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ومعهد المخطوطات العربية بمصر ومركز البحوث الإسلامية في اسطنبول. مصحف هدية من صديقي خطاط عراقي، هذا جزء من المصحف في الأحرى وليس المصحف كامل، أهدى لي الأستاذ. الملثمة بجرح الغريب ما لقى نظرة حنونة ولا حدا عرفه ببلدكم، لوين تروح؟ لوين تروح يا مسافر ولا تدري على بعدك أنين الروح؟ خلينا نعيش الدنيا نكتب على العمر حبنا، على ضو القمر بسمة، على أوراق الشجر نسمة، وكعلى الماضي على الحاضر، على وعد بدرب ناطر. أعرفك رائع الشخصية وقلبك على البعد جبار.